موجز السابعة مساء من أون لايف، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة الأمم الإفريقية، وخلال استقباله بعثة المنتخب في مطار القاهرة أعرب السيسي عن تقديره لما أبداه لاعبون من إصرار وعزيمة، مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسؤولية. قتل 14 تكفيريا خلال عمليات نفذتها قوات إنفاذ القانون بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين في شمال ووسط سيناء خلال الأيام الخمسة الماضية، كما أسفرت هذه العمليات عن القبض على 13 تكفيريا وإبطال مفعول عبوات ناسفة وتدمير عدد من السيارات الملغومة ومخازن للأسلحة. وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يتوقع عرضه على مجلس الوزراء في مارس المقبل، كما وجه إسماعيل بتكوين مجموعة عمل لوضع تصور نهائي لسرعة استكمال إجراءات فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وأيضا قطاع الأعمال العامة. مشاهدينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة أن مفتشيها بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ضبطوا مخزنا غير مرخص بداخله كميات من الأدوية المحلية والمستوردة والمحاليل الطبية غير المتوفرة بالسوق المحلية، وذلك بقصد الاحتكار وتحقيق مكاسب غير مشروعة في أكبر ضبطية دوائية في مصر. وقدرت الوزارة ثمن هذه المضبوطات ب 32 مليون جنيه. وصلت قوات الجيش السوري تقدمها باتجاه مدينة الباب شمال سوريا، وأفادت تقارير ميدانية بأن قوات دمشق أطبقت الحصار على تنظيم داعش الإرهابي في المدينة وقطعت آخر خط إمداد رئيسي يصل إلى التنظيم هناك. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم بخدمة إخبارية جديدة تأتيكم على رأس كل ساعة.